السلام عليكم، معكم صاحب اكبر صوره سيلفي في المغرب معروف رجاوي حسن الموش. المهم جيت نقدم لكم راسي كالعاده. احنا كنطيحوا في بزاف ديال المشاكل لحد الان، كنساكري فيه كيحطونا لي ماتش وسط السيمانه، كاين اللي باقي كيقرا، كاين اللي خدام، كاين اللي ما كيقدرش يمن لك ماتش من ورا ماتش. كان عندنا ماتش نهار الاحد او عندنا دابا ماتش نهار الاربعاء، فهمتي؟ عندنا كنساكري فيهم بزاف، كاينين دراري صغار كيقراو، كاينين دراري خدامين، كاين اللي منك فهمتيني. انا دابا مثلا انا كمنسين فيه وكا كمنسين فيه، انا راه جاي انا دابا لحد الان البيضاء عندي جيستيفيكاسيون باش ندخل. جاي من المدرسه، جاي من السونتر، جاي تقريبا تقريبا هاد الناس كاملين هاد الناس اللي تشوفهم راهم تيساكر تيعيونا، حنا بغيناهم يعاودوا لنا فهمتي، يعاودوا البرمجه ديال هادشي. المشاكل دراجة، كاينين المشاكل في المكتب، مش قادريناش بهم حنايا. حنا جمهورنا، حنا كندعموكم، حنا كنساندوكم، حنا انتم كتكونوا في المورال طايح، المورال طايح، حنا كنهزوا لكم المورال. فين ما كتدخلوا كتشوفوا الفيراج ديالنا تبارك الله، فيراج زوين، فيراج بقي، فيراج العلماء، فهمتيني؟ بلا ما تلقى حاضر رغم المشاكل، رغم داك الشيء اللي كنطيحوا فيه، ورغم ديك الهضره اللي تنسمعوها الفريق ديالنا جميعا. ولكن شوفوا، ولكن حنا كنبينوا لكم شنو خاص بقاو، بقاو تحطوا لنا الماتشات واش قربوا لنا الماتشات واش حطوا لنا في وسط السنين. حنا راه غادي نجيو، ما نعرفوش المستحيل. تلعبوا لنا في روسيا غنمشيو، تلعبوا لنا في روسيا غنمشيو.